طالبة دكتوراه مبتعثة في جامعة كوفنتري، وتخصصي هو البيانات المخفية في الصور. أيضا قدمت العديد من الدورات عن كيفية تصميم وإلقاء ومهارات إلقاء الملصقات العلمية اللي هي الأكاديميك بوسترز، الملصقات الأكاديمية للمبتعثين والمبتعثات في مختلف الدول البريطانية، وأيضا لبعض الطلاب في جامعات السعودية. وفي الدورة إن شاء الله راح يتعلم الحضور ما هي الملصقات بشكل عام، والملصقات العلمية، وما هي أبرز الفروقات بينهما، ما هي أساسيات تصميم الملصقات، وماذا يجب على كل محتوى على كل ملصق أن يحتوي، أيضا مهارات إلقاء الملصقات، وكيفية التعامل مع الجمهور.